مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نمر إلى الجزء الثاني. إذن نذكر بأننا قد تناولنا في الجزء الأول مدى تفعيل النشاط، أو هل سيفعل النشاط المصرفي بالاعتماد على الصيرفة الإسلامية في الجزائر، وذلك بحضور ضيفي عبد الرحمن بن خالفة وزير المالية الأسبق والمبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي. أرحب بك مجددا سيدي الكريم. إذن نمر مجددا ونمر إلى المحور الثاني، لقاء 18 و19 أوت، يعني يوم الثلاثاء والأربعاء المقبلين، حول مخطط الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي. سيد عبد الرحمن بن خلف، ثلاثية في ظرف، خليني أقول ظرف خاص نظرا لعدة اعتبارات، الأزمة الصحية والاقتصادية، ونضيف لها نقدر نضيف لها الدخول الاجتماعي المقبل، لربما تحدي كبير سيد عبد الرحمن بن خلف. نعم، وفعلا السلطات العمومية، وانا اعترف لذلك يعني كمواطن، هي في جبهات ثلاث معقدة جدا، ولكن بأمان، سواء كنا مع الحلول او كنا، هي في وتيرة لم يعرفها البلد منذ مدة كبيرة، بحضور الدولة، بحضور المتعاملين الاقتصاديين. ففعلا انت تكلمت على ثلاثية، هي اكبر من ثلاثية، هي صح القول ندوة وطنية حول إشراك المتعاملين في السوق في الملف الاقتصادي الكبير. فالبلد أمامها مواجهة الخطر تاع الكوفيد، ونحمد الله على أننا خارجين منه. نعم. نعم. بطريقة سلسة. اعترف بها خارج حدودنا. أنا الآن أتعامل مع إفريقيا ومع الدول، يعترف للبلد أنه هذه الخطة تاع مواجهة كانت من أحسن طريقة التعامل. طريقة التعامل معها بليونة إن صح القول. وصلنا الآن أنه نجمع بين تقليل مخاطر البشرية، لأنها هي الأساسية، وتقليل مخاطر الاقتصادية. لأن الاقتصاد لا يمكن أنك تغلق خلال، فهي لينة معترف بها وخلت الجزائر تبرز كذلك في هذه المرحلة. المرحلة الثانية هو الإنعاش. الإنعاش في بلدان يقولوا الإقلاع. كنا فيما مضى نقول الإقلاع ما بعد الكورونا، الآن رانا نقول الإقلاع مع الكورونا. لماذا؟ لأنه كان يمرح هنا في فيفريي، كنا ننتظر شهرين ثلاث. نعم. فكنا نقول لو ديكولاج بوست كوفيد، يعني ما بعد الكورونا. الآن الوماس، منظمة الصحة العالمية، تقولنا لا والله ستعيشون معه لمدة معينة بهذه الأشياء، بالتباعد. نعم. بالعمل عن بعد، بكذا، لكن لا تعيشون، لا يعني الحياة السابقة خلاص، يعني فطرق العمل، وبالتالي هي مرحلة صعبة كذلك. ولكن البلدان هي كلها في هذا المجال، فهو في نفس الوقت الإنعاش الاقتصادي، أو نتكلم عليه سيد الرئيس، الاجتماعي والاقتصادي، لأنه احنا لو بينوم هو اللي يمشي، الاقتصاد بالاجتماع، والاجتماع يعني الاجتماعية مع الاقتصادية، والعكس كذلك. فالملف طرح منذ بعض الأسابيع على مجلس الوزراء. نعم. عرفنا ملامحه، لكن هذا الاجتماع هو سيكون أولا إثراء، ثم تقاسم، لأنه عب في كل البلدان وفي بلدنا. نعم. التحمل تاع البلان دو رولانس مش فقط للسلطات العمومية، نعم. للجهاز المالي والمصرفي، لأنه فيها معضلة تمويل، وللشركاء في السوق، الشركات الكبيرة الصغيرة، فهم فكأنه أليانس، يعني كأنه ائتلاف كبير لمواجهة هذه المرحلة. وفي نفس الوقت المرحلة هي مرحلة خروج من الكوفيد، ولكن في نفس الوقت هو انفتاح للاقتصاد، لأنه الرئيس أمر وتعهد أنه السنة الأولى من عهدته ستكون للإصلاحات الاقتصادية. فبالتالي في نفس الوقت أنت تحارب الكوفيد وتحارب الركود اللي جمع الكوفيد، ولكن في نفس الوقت تحرر الاقتصاد. هذه هي وتحارب الفساد، وهو الأمر الذي أقره أيضا رئيس الجمهورية. ومحاربة الفساد، ولو أنه تطهير الاقتصاد هو آلية لتوسيعه. جميل. فمحاربة الفساد مستمرة، هي قضية للقضاء، لكن احنا نشوف ما الجو الجديد الذي تخلقه لنمشي. محاربة الفساد ليست في حد ذاتها خط للنمو، هي تصحيح للأوضاع حتى تمكن لنا من، قلت لك، الركض
والإقلاع. نعم. أما الآن إحنا نتكلم على الإقلاع، القضاء والجماعة كلهم يعني اللي مكلفين بمحاربة الفساد رام يعملوا في عملهم، لكن محاربة الفساد في حد ذاتها لا يمكن أن نعتبرها هي آلية من آليات التوسع. جميل. لكن الجو اللي سنعمل فيه داخليا وخارجيا أن الناس الآن شيئا فشيئا مؤتمنين على استثماراتهم. على غرار الفساد نتحدث أيضا عن بناء اقتصاد وطني جديد مدعوم بتنويع مصادر النمو، نتحدث عن اقتصاد المعرفة، نتحدث عن الانتقال الطاقوي والتسيير العقلاني للثروات الوطنية، في حين أن الإدارة المحلية سيد عبد الرحمن المخالفة لا تواكب طموحات وإدارة أو إرادة السلطات العليا في التغيير والانتقال من نمط تسييري بائد إلى آخر حديث. لربما هناك خلل نوعا ما سيد عبد الرحمن بن خالفة، لأنه الممارسات السابقة يجب أن نتخلص منها إن أردنا أن نواكب التطور الراهن. سيد عبد الرحمن بن خالفة أقصد بذلك الإدارة المحلية، فعلا عقلية الإدارة المحلية. فعلا الرئاسة والرئيس والحكومة كلهم الآن يعيدون هيبة الدولة، هذه أساسية. نعم. وزن الدولة، احترام الدولة على جميع، وخصوصا جعل الإدارة الولائية المحلية هي مرآة لدولة عصرية. جميل. هذا جميل، لكن الأشياء اللي الآن هي دي جراند سابل كما يقال بالفرنسي، يعني أشياء لا تمكن من تظهر فيها. جزء منها هو تابع لسلوكات، أنت كنت تتكلم على سلوكات عقلية كذا، لكن جزء منها 15-20، جزء ثاني هو أنه إجراءاتنا القانونية ما زالت نوعا ما قديمة. وبالتالي إحنا نتكلم الآن كما يتكلم السيد الرئيس أخيرا، يتكلم على الإصلاح المالي والمصرفي، الإصلاح الاقتصادي، لكن نتكلم كذلك على الإصلاح الإداري، لأنه حتى الرقمنة الرئيس أعطى أوامر، وفي الآن وزارة للرقمنة، وهي من الأدوات اللي غدا ستخرج الإدارة من نظام كلاسيكي. لكن لا يمكن أن تكون وحدها بدون إصلاح إداري، لأنه الرقمنة هي وسيلة، المحتوى راهو في القوانين، حتى الاستثمار سيد عبد الرحمن مخالفة في العلاقة في 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 وفي علاقة الإدارة بالجمهور، من يقرر، من يراقب، هل لا مركزية، هل لا مركزية. فإذا الإصلاح الإداري وإعادة النظر في قوانيننا، محتوى قوانيننا والسند الورقي، أنا كنت أتكلم أمس ولست أتكلم أنه الآن ما زلنا نكتب الأشياء. نعم. الآن الإيميل في كثير من البلدان راهو رسمي. الآن السيناتور الإلكترونيك، يعني ما يسمى بالإمضاء الإلكتروني، هو رسمي. الآن الدفع عن بعد راهو رسمي. فشيئا فشيئا خلع هذا السند الورقي هو إصلاح في المحتوى. نعم. قبل أن يكون إصلاحا في المضمون. نعم. وبالتالي البلد متجهة، وعندنا الآن وزارة، أولا إضافة للاستشراف، لأنها هي التي تقول كيف يكون البلد غدا في آليته الإدارية، ووزارة للرقمنة، هذو هم اللي يديروا الشيما ناسيونال اللي ينطبق. لكن مرة ثانية أنا لابد أن هيبة الدولة ترجع، وأن السلوكات الهامشية والاستثنائية، سواء كانت سلوكات بمقابل أو بغير مقابل، أنت تفهمني عندما أقول هكذا. نعم. نعم. هذه لابد من ردعها، لكن هي 10-15%، لابد من دواليب، لابد من الإجراءات، لابد من المسالك تاع الإدارة، هي التي لابد من إعادة نظرها، وهذه لا طوالت بروسيدورال، يعني إعادة النظر في ترتيب لابد له من عمل في محتوى القوانين. جميل. سيد عبد الرحمن بن خالفة، قبل أن نتوجه إلى هذا المخطط، يجب أن يكون هنالك تقييم فعلي وميداني عبد الرحمن بن خالفة للخروج بأرضية تكون ممهدة لانطلاق هذا المخطط وتجسيده على أرض الواقع. فماذا نملك حاليا من إمكانيات، وما هي النقائص، وما الذي يمكن استدراكه، وما الذي لربما يمكن تعويضه السيد عبد الرحمن بن خالفة؟ والله فعلا مخطط الإقلاع أو مخطط هذا الرولانس إيكونوميك تم التقييم عليه، الملف التقييم تم. نعم. حسب رأيي نعرف الآن كميا وكيفيا ما هي النقائص الهيكلية، النقائص المالية. فجميع البلدان الآن متجهة بهندسة مشتركة نوعا ما، ولكن بأولويات غير الأولويات. نعم. عندنا 5 أولويات في
في القطاع او في مخطط الانعاش. الاولويه الاولى هو قطاع الخدمات. قطاع الخدمات هو بدا من جديد يخرج بعد قطاع الخدمات، فيه مئات الاف عشرات الالاف عمال واللي ياكلوا لقمه تاعهم من. فلهذا انا احمد الله واشكر السيد الرئيس وكمواطن انه بدانا الان الصيف يوكل مئات العائلات. نعم فبدانا والخدمات، لكن الخدمات ماشي هذه فقط، الخدمات هو النقل، الخدمات هي القطاع المالي والمصرفي، في هي السياحه هو. فاذا كل البلدان الان متجهه لاعاده تنشيط قطاع الخدمات لانه الذي يحرك الاقتصاد. ثاني شيء هو الفلاحه، احنا نحمد الله على انه الفلاحه بقيت على وتيرتها. نعم احنا السنه هذه كاين بلدان اللي الاسعار نتاع واسمو زادت ثلاث مرات اربع مرات، احنا زادت شويه لكن كانت وكانت مقبولة. سنه طيبه. نعم لكن بالرغم من افتقارنا للامطار سيد عبد الرحمن اولا الامطار ما كانش. نعم. وثانيا كاين كورونا لانه العمال مثلنا احنا. نعم. لكن رغم ذلك تحدي وطني ولابد اننا نحييهم جماعه على الارض. لكن بقيت الاسواق مضطربه، بقيه الصناعه التحويليه اللي ما بعد الفلاحه هذه الاولويه الثانيه، هو المرور الى مرحله الصناعه التحويليه. وماذا تقدم من قيمه مضافه؟ اولا قيمه مضافه داخليه. نعم. وتصدير غدا، لانه لا توت على الاكسبورتاسيون الجزائري لا يمكن ان تصدر الصناعه غدا. نعم. يمكن بالعكس انها تصدر الاضافات الكبيره والفوائد الكبيره اللي موجوده في القطاع الثاني. القطاع الثالث هو كل ما يمس برقمنة الاقتصاد، مش رقمنة مبادرة، مخطط وطني للرقمنة، كل شيء يمر فيه بحيث أن السند الورقي والمعاملة المباشرة نصفها ينزل من البلدية إلى الوزارة إلى الشركة إلى داخليا وخارجيا. نعم. البلد نتاعنا هنا ممكن أنه واحد في سنتين يعمل مشروع من دبي او من واشنطن عن بعد ويجيب الروجيست كوميرس تاعو عن بعد. فهذه كل الرقمنه في البلد. خامس شيء هو القطاع المالي والمصرفي. القطاع المالي والمصرفي هو القلب الذي ينبض من خلاله الاقتصاد. لابد من توسيعه، لابد من عصرانته، لابد من فتحه، لابد من تدويله هنا وهناك. لأن الجزائريين اللي في الخارج عندنا 7 ملايين 8 ملايين. نعم. وهم كذلك إذا فتحنا المجال يمكن أن يكونوا سند كبير كبير كبير. وسادسا الصناعة، وخصوصا الصناعة التركيبية. الآن خرجوا لكي تشارج، الرئيس ضغط بي على أساس أنه لأن الصناعة التركيبية يمكن أن أولا تقفز بالصناعة الداخلية، ثانيا نجنب الإفلاسات التي يمكن أن تكون. نعم. المرحلة الأولى. نعم. المرحلة الأولى اللي عشناها ما لازمش تروح الإفلاسات، لابد أننا نغير طريقة العمل لكن نجند شيء ثاني، ندير للسوفتاج. وخامسا وأخيرا هو تدوير عملياتنا، هو هذا التصدير، سواء تصدير السلع، تصدير الخدمات، الاستثمار المشترك اللي يجي من الخارج عندنا. فإذا دواليب الاقتصاد للسكتور بريوريتار او القطاعات اللي فيها قيمه مضافه واللي هي ناضجه. بقيه القطاعات الاخرى مثل المعادن وكذا، هذه قطاعات طويله. مستحيل انه دراستها تكون في شهر او شهرين او لا لا، هذه لابد اننا نبدا فيها. لكن الريتيرن نتاعها يعني العائد نتاعها يكون متوسط المدى سيد عبد الرحمن. متوسطة المدى. ولكن الرؤية الدولة الآن جيدة، لأننا في نفس الوقت نتكلم على الصناعة التركيبية والصناعة التحويلية، لأن عائدها سيكون في الأسابيع في الأشهر القادمة، ونتكلم كذلك على الأشياء اللي تأتي في متوسطة المدى لكن لابد من البدء فيها. لكن نحن في بلد لابد أننا في نفس الوقت نعمل في المدى المتوسط وفي المستوى الطويل والقصير، لأنه كذلك لابد أن تكون لنا سيولة مالية. السيولة المالية. نعم. لا تأتي مباشرة، ونحن بدأنا الآن في المعادن، لا تأتي من المعادن، تأتي من فلاحة، من الصناعة. نعم. من الخدمات هي التي ستوسع رقعة العمل، وبالتالي كل ما توسعت كل ما كان فيه ضرائب، كل ما تحركت من جديد. فلهذا نقول لك قطاع المالي، قطاع الفلاحة تحويلية، قطاع الصناعة تركيبية،
والخدمات. جميل. من حولها هذه هي هندسة البلان دو ريلانس. ونجاح كل الأفكار والمحاور التي ذكرتها سيد عبد الرحمن بخلفة يكون حتما بالاستثمار الفعال في العنصر البشري، في الكفاءات المهمشة، في ذوي الخبرة، في الشباب، في كل يعني من يستطيع أن يقدم إضافة إلى الجزائر سيد عبد الرحمن بخلفة. نعم. أولا أنا كنت أتكلم على الإجراءات الإدارية، الإصلاح الإداري، الخروج من القرار الطويل. الرئيس تكلم أخيرا على الانتظار. نعم. على من ينتظر؟ الانتظار يأتي عندما يكون قرار طويل. إذا الإصلاح الإداري، ثانيا العنصر البشري، تكوين العنصر البشري. نعم. فعلا. نعم. وثالثا الاستثمار في الثقة وفي الصورة. احنا الثقة لابد أن نستمر فيها، وصورتنا مقزمة الآن داخليا وخارجيا، لابد أن يظهر البلد. نجحنا في أكثر من يعني، نجحنا خلال العشرية السوداء، نجحنا الآن، نجحنا بعد الكوفيد، نجحنا. لابد أن البلد يظهر من مواطن التشالنج يعني النجاح. نعم. فنحن في حاجة إلى هذا، لكن في نفس الوقت عندنا أجندة، عندنا 4 سنوات 5 سنوات الإصلاحات الهيكلية والإصلاحات المالية، لازم أن كذلك أننا نشرع فيها. بدأت الأشياء، كنا نتكلم على الصيرفة الإسلامية، لابدأ أن نتكلم على الأدوات الأخرى، وأساسا تدويل الاقتصاد الجزائري لابدأ أن نفتحه. وعندما أقول أفتحه، حتى الشركات، حتى الشركات العمومية. نعم. حتى نعم. رؤوس الأموال، ما لازمش نبقاو مثل ما نحن الآن بطغيان الحوكمة العمومية والأموال العمومية والإدارة التي تحكم في القطاع المالي أو في القطاع الاقتصادي. أنتم ربما سيد عبد الرحمن بالخلفة تستبشرون خيرا بهذا المخطط الوطني للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، لربما سيقدم الإضافة المرجوة إن صح التعبير، خاصة أنه للظرف اللي راح ينعقد فيه هذا المخطط. نعم. هو لربما منعرج حاسم سيد عبد الرحمن بالخلفة. مش فقط نستبشر، أولا نحمد الله و نشكر السلطات العمومية أن السيد الرئيس على رأسها أن عملها في الأولويات. كثير من البلدان، وأنا أتكلم الآن مع العالم الإفريقي والعالم، كثير من البلدان ما زالهم يواجهون إلا في كوفيد، قال هذا الأشياء الاقتصادية خليها حتى بعد. الآن الجبهتين، ولأول مرة تظهر الأولوية للاقتصاد. وثانيا هندسته رأي يوميا تأتي، وهذا الاستشارة الكبيرة العريضة، أنا كثير من نخبة البلد ستحضر بدون مسؤولية، ما عندهم مسؤولية، لكن هذا الإثراء وهذه المشاركة وهذا التوسع في يجعل المخطط بعد هذا ما يكونش مخطط الدولة، مخطط الأمة بعرض أمتها، وبالتالي هو سبيل نجاح مثل ما نجحنا أو بدأنا في النجاح يعني في حربنا لهذا للكوفيد 19 ومخلفاته. نعم سيد عبد الرحمن بخلفة، وصلنا إلى نهاية هذا العدد، هل في كلمة أخيرة لربما تود أن توجهها؟ والله أولا نثمن ما تقوم به الدولة، لأنه الذي لا يشكر الناس لا يشكر. نعم. الله. نثمن ما تقوم به الدولة في جميع هذه الجبهات. ثانيا لابد أن التغييرات التي نطالب بها بدأت في الإدارة، سيد الرئيس بكل ثقة له إن شاء الله تمس الاقتصاد، ولكن إن شاء الله كذلك تمس سلوكاتنا كأفراد. نعم. لأنه كثير من الناس يرون إلا في الرصيف اللي مقابله، سلوكاتنا نحن كذلك لابد أنها تتغير تجاه العمل، تجاه الإنتاج، تجاه الشفافية، تجاه الاستقامة، تجاه عدم التبذير، تجاه. وثالثا أنا متيقن أنه بالوتيرة اللي بدأنا فيها 2020 خصوصا بعد 2019 اللي كانت بين قوسين، أن الوتيرة اللي بدأنا بها بدولة قوية، بدولة بهيبتها وبحوكمة تشاركية، أنا متيقن أنه إن شاء الله في 2021 شيئا فشيئا سنفتح الإصلاحات الكبيرة، والإصلاحات الأم إن صح القول هي الإصلاحات الاقتصادية والمالية. جميل. وزير المالية الأسبق والمبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي السيد عبد الرحمن بن خالفة، كنت حاضرا معنا هنا في بلاطو عين الحدث، شكرا لك على تلبية الدعوة وعلى مرورها. الشكر موصول إليكم أنتم مشاهدينا الكرام على طيب الإصغاء والمتابعة، في أمان الله. شكرا.